مخيم الهول اسم على مسمى، فهو مخيم تقع فيه مآسي هائلة. أين يقع هذا المخيم؟ ومن يوجد فيه؟ وماذا يفعلون أو ماذا يفعل بهم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيزي المشاهد، إن كنت تعتقد أن هذه القناة الجادة والهادفة تستحق الاستمرار، فبادر إلى دعمها. فبادر إلى دعمها باشتراكك، سجل إعجابك، علق على المحتوى. بارك الله فيك. يقع مخيم الهول في شرق محافظة الحسكة في سوريا، وقد أعد خصيصا لاحتجاز نساء ما كان يعرف باسم الدولة الإسلامية وأطفالهن، النساء والأطفال الذين تم أسرهن سواء بعد مقتل رب عائلتهم الذي كان مقاتلا في صفوف التنظيم المهزوم، أو أسرهم من قبل القوات المختلفة التي اجتمعت للقضاء على التنظيم. مخيم الهول أو الهول كما ينطق في سوريا ضم هؤلاء النسوة والأطفال. بعض النسوة جئنا من بلاد بعيدة، سواء من أطراف الصين أو أواسط آسيا، وبعضهم جاء من القارة الأوروبية. لذلك تجد في مخيم الهول نساء من مختلف الألوان والأعراق والألسنة. تقول الإحصائية التي أجرتها الأمم المتحدة حول عدد المقاتلين الذين التحقوا بالتنظيم خلال سنوات صعوده بأنهم يزيدون على 40,000 مقاتل التحقوا في المناطق الشاسعة التي تمركز فيها التنظيم في كل من سوريا والعراق، وأن هؤلاء المقاتلين كانوا ينحدرون من 100 دولة مختلفة عدا سوريا والعراق. ويقول تقرير الأمم المتحدة أيضا أن من ضمن المقاتلين المذكورين نساء وفتيات التحقن بالتنظيم للمشاركة بالأعمال القتالية، وكان هناك أيضا زوجات وأبناء المقاتلين الذين فضلوا العيش في ظل قوانين الدولة الإسلامية التي أنشأها التنظيم خاصة بعد إعلان الخلافة. في النهاية اجتمعت عشرات آلاف الفتيات والسيدات اللواتي كن يعملن في التنظيم أو أنهن كن متزوجات من أفراد من هذا التنظيم داخل أسوار مخيم الهول. تمت هزيمة التنظيم بشكل شبه كامل تقريبا في العراق أواخر سنة 2018، وبعدها بقليل قامت قوات أمريكية كردية بتصفية آخر مراكز التنظيم في مناطق الجزيرة السورية، وأهم المواقع كانت مدينة الهول. وهناك إلى الشرق من هذه المدينة تم تجميع نساء وأطفال التنظيم في معسكر ضخم يعبر عن العدد الهائل لهؤلاء النسوة، كما يعبر عن هول هذه المأساة. بين النسوة أوروبيات، بريطانيات، فرنسيات، هولنديات، وسويديات، وإيطاليات، ومن مختلف دول أوروبا بشكل عام. لا بد من المرور على تقرير أصدره أخيرا معهد الحوار الاستراتيجي في لندن، الذي يسلط الضوء تحديدا على نساء داعش وعلى البلدان التي يأتينا منها، لكنه يعطي لمحة عن جنسيات وأعمار بعض النساء والفتيات اللواتي انضممن إلى صفوف التنظيم. المملكة المتحدة تبرز في التقرير كأكثر دولة أوروبية انضمت نساء منها إلى داعش، تليها هولندا ثم فرنسا والسويد. ركز الإعلام على هؤلاء النسوة الأوروبيات، وجعل منهن قضية إنسانية، وكأن النسوة الآسيويات أو العربيات لا يستهلن أن يكن ضمن القضية الإنسانية. وقد ركزت وسائل الإعلام الغربية التي تناولت هذا الموضوع والتي استقينا منها هذا التقرير على عدة أمور يمكن حصرها بما يلي. أولاً، إن هؤلاء النسوة من عناصر التنظيم ما زلنا مصرات على التمسك بأفكار التنظيم وتوجهاته التي تصفها هذه الوسائل بالمتطرفة أحياناً وبالإرهابية أحياناً أخرى، وهن ما زلنا يتمسكن بهذه القناعات والأفكار على الرغم من الهزائم والضربات التي تعرض لها التنظيم، وأن إخفاقه في تحقيق أهدافه قد مر عليه سنوات عديدة. نساء من قاتلوا تحت الراية السوداء، توعدنا وهتفنا لزعيم التنظيم. Have you heard about al-Baghdadi? Huh? Al-Baghdadi. دولة الباقية، دولة الإسلام باقية. وفي المقابلات التلفزيونية النادرة التي تم إجراؤها مع بعض الأوروبيات من هذه النسوة،
تمسكت المتحدثات بأفكار التنظيم ودافعن عن محاولاته تنفيذ مشروعه بإنشاء دولة إسلامية، وأبدو ثقتهم بأن دولة الخلافة كما أصروا على تسميتها قادمة لا محالة. Do you still believe in the ideology of Daesh? Yes, of course. Why do you change? وقد رفضت بعض النسوة وفقا للتقارير الصحفية التخلي عن النقاب، كما لم يقبلن وصف أزواجهن من عناصر التنظيم بأنهن إرهابيون. ولعل أغرب المواقف التي اتخذوها والتي أثارت الفزع في نفوس المسؤولين الأوروبيين هو إصرارهن على اعتبار الحياة في المناطق التي كان يسيطر عليها التنظيم نموذجا مصغرا لمشروع إسلامي حقيقي. France won't take you back. What will you do? Ah bah on va retourner avec l'État islamique s'ils reviennent. C'est soit ça soit c'est soit l'un soit l'autre. كما لم يخفين رغبتهن بالعودة من جديد إلى تلك المناطق في حالة ما إذا أتيحت لهن الفرصة مرة أخرى، بل وعبرن عن اعتقادهن بأن هذه الفرصة آتية لا محالة وهي ليست بعيدة. تصور. الأمر الثاني الذي طرحته هذه المقابلات الصحفية هو خشية الدول الأوروبية من عودة بناتها وأبنائهن إليها، فعودة عدد ليس قليل من الأوروبيات اللواتي انخرطن في صفوف التنظيم يثير مخاوف عديدة لدى الدول الأوروبية من التداعيات التي يمكن أن تفرضها عودتهن المحتملة إلى أراضيها، خاصة في ظل تمسكهن بالأفكار التي تبناها التنظيم. وقد درست دول أوروبية عديدة التحديات القانونية والأمنية فضلاً عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها للتعامل مع التداعيات التي يمكن أن تفرضها العودة المحتملة لهذه النسوة إلى أراضيها، لكنها في النهاية لم تتوافق على سياسات محددة، حيث أبدى وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد في ذلك الوقت رفضه عودة النسوة البريطانيات وأبنائهن إلى بريطانيا من جديد. الموقف الفرنسي من النساء الفرنسيات في مخيم الهول خضع لنقاشات متعرجة في ظل وجود اعتراضات من جانب مسؤولين على فكرة عودة النساء وأطفالهن إلى فرنسا. ووزير الخارجية جان إيف لودريان الذي قال الداعشيات الفرنسيات اللواتي ذهبن إلى العراق وسوريا مقاتلات وينبغي معاملتهن على هذا الأساس. وفي النهاية اتخذت السلطات الفرنسية قراراً يقضي بدراسة كل حالة على حدة، حيث سيرتبط قرار قبول المرأة في هذا السياق باعتبارات ومتغيرات تختلف من حالة إلى أخرى. إنني شخصياً أعتقد أن المقصود بدراسة كل حالة على حدة هو فرز المواطنات الفرنسيات المحاضرات من أصول فرنسية عن المواطنات المنحدرات من أصول غير فرنسية والتعامل معهن على هذا الأساس. ومن دون شك فإن أطفال هاته النسوة سوف يشكلون بعدا إضافيا للمشكلة. فطبقا لتقديرات وزير الدولة الفرنسي للداخلية لوران نونيز فإن هناك 500 طفل من أمهات فرنسيات، وأضاف أن نحو 100 منهم فقط قد عادوا فعلا إلى فرنسا، وعدد منهم محتجزون في مخيمات الاعتقال وبعضهم توفى، أما الآخرون والبالغ عددهم ما بين 200 إلى 300 طفل فلا نعرف تماما أين هم، هكذا قال الوزير الفرنسي. ولكن ماذا يمكن أن تفعل النسوة الأوروبيات في هذا الخصوص؟ تبرز المقابلات الصحفية أن أغلب هاته النسوة يرغبن بالعودة إلى بلادهن ولو تعرضن هناك لعقوبات تفرضها عليهن قوانين بلادهن، وذلك لسببين هامين. أولهما مصلحة الأطفال التي يتعرضون للمرض والموت في مخيم الهول الذي تنعدم فيه الرعاية اللائقة، والثاني بسبب تعرضهن أنفسهن في هذا المخيم إلى مضايقات كثيرة أهونها سوء التغذية بل وحتى الجوع. وفي هذا السياق قامت فتاتان بلجيكيتان بمقاضاة الحكومة البلجيكية لإعادة أطفالهن إلى بلجيكا، حيث حصلتا على حكم أولي قضى بأنه من أجل مصلحة الأولاد على الحكومة البلجيكية أن تتخذ كل التدابير الممكنة من أجل جلبهم من مخيم الهول وإعادتهم إلى بلجيكا، ولكن الحكومة البلجيكية استأنفت هذا الحكم واستطاعت أن تربحه ومنعت تنفيذ هذا الحكم، وهكذا بقيت الفتاتان البلجيكيتان في مخيم الهول مع أطفالهن. وقضية أخرى جرت مع البريطانية من أصول بنغالية شميمة بيغوم
التي توفى طفلين من أطفالها الثلاثة في المخيم، فتوجهت إلى وزير الداخلية البريطاني برسالة تطلب فيها العودة إلى بريطانيا والوقوف أمام العدالة، إن لم يكن من أجلها هي فمن أجل طفلها الصغير. ولكن رد وزير الداخلية على طلبها لم يكن بالرفض فقط، بل بإسقاط الجنسية البريطانية عنها. وهكذا بقيت شميمة في مخيم الهول تعاني الهولة هي وابنها الصغير. وعلى ضوء ما سبق يمكن في النهاية تلخيص القضية بالقول أن قضية هذه النسوة على الرغم من الاتفاق بأنها قضية إنسانية تمس ربما آلاف الأطفال، إلا أنها لم تحل من قبل الدول الأوروبية بالذات التي يتمتع بها المواطن بهامش محترم من العناية والحماية. فكيف بالنسبة للنساء والأطفال القادمين من دول أخرى حيث ربما يفضل بعضهم البقاء في جحيم الهول على العودة إلى جنة الوطن؟ الحديث عن هذه النسوة كالسير في حقل ألغام، وهذا ما استطعت تقديمه في حلقة واحدة، وربما أعود لاستكمال الموضوع في حلقة أخرى أو ربما حلقات أخرى، حلقات تروي معاناة نساء وأطفال يقضين عمرهن وعمر أطفالهن في مخيم يحمل من اسمه كل المعاني، إنه مخيم الهول. إلى اللقاء.